وينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البديري. أحمد، ما مدى تأثير هذه الخطة التي وضعها مسؤولون سابقون على متخذ القرار الآن؟ هذا المركز وهو مركز القوم للدراسات الإسرائيلية الذي يترأسه عمو سيدلين الذي كان رئيسا للاستخبارات العسكرية، معه ثلة من الجنرالات المتقاعدين، يبحثون خلال السنوات الماضية عن كيفية إنهاء هذا الصراع العربي الإسرائيلي. وصلوا إلى نتيجة وهي عبارة عن خطة ستقدم إلى صانع القرار في إسرائيل، وذلك على أساس أن يكون هنالك تغيير في استخدام المصطلحات. بدل الحديث عن حل الدولتين وبدل الحديث عن خطوات أحادية الجانب، الآن يتحدثون عن تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة. مثلا هذا الجدار كما يقولون هو الجدار الذي سوف يكون عبارة عن الحدود المستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا الجدار وكل المستوطنات التي تقع في الجانب الإسرائيلي منه إن صح التعبير سوف يتم ضمها عبر تثبيت ورقة بوش الابن مع أرييل شارون اللذين حكما في عام 2004، واعتبار بأن ذلك جزء لا يتجزأ من الوضع الأمني في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط عموما، ولكن أيضا في منطقة غور الأردن. يدلين وغيره من الجنرالات يقولون لا يمكن الانتخال عن هذه المنطقة والتي سوف تبقى. ولكن في المقابل يدلين يقول، ومعه أولئك من الخبراء العسكريين الاستراتيجيين، يقولون بأنه يجب دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا بمشاريع اقتصادية، تسليم أراضي منطقة باء بالكامل إلى مناطق السلطة الفلسطينية لتبسط السيطرة الإدارية والأمنية عليها، بناء مصانع في منطقة جيم، وذلك لخلق واقع اقتصادي أفضل للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. طبعا غزة هي خارج إطار كل الحديث، هي ليست مذكورة غزة في كل هذه الدراسة. ولكن على المستوى الاستراتيجي أيضا هذه الدراسات هي ليست دراسات سوف تكون في الرفوف كما يحدث في بعض الأماكن، ولكن هي عمليا الدراسات التي يتم الأخذ بعين الاعتبار لها، خاصة وأن معدي هذه الدراسات يعتبرون من كبار القادة العسكريين الاستراتيجيين في دولة الاحتلال. أخيرا يتحدثون عن أن البناء الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية ما وراء الجدار، أي ما وراء هذه المنطقة، يجب تقليصه إلى نسبة كبيرة جدا، لكن دون الانسحاب ودون إخلاء أي مستوطنة إلا في إطار اتفاق مشترك. طيب أحمد، كيف سيتغير شكل الجدار الحالي في إطار الخطة الجديدة؟ كم من الأراضي التي سيتم أخذها من الفلسطينيين إضافة إلى ما تم أخذه بالفعل؟ هم يتحدثون عن مسار الجدار الحالي ممتاز، ولكن هنالك بعض الأماكن التي بحاجة إلى تغييرات، ضم المستوطنات بشكل أكبر، إبعاد الفلسطينيين إلى المناطق الداخلية. ولكن أيضا هم يحاولون إيجاد صيغة تكاد تكون مهمة في الآونة الأخيرة، وهو انسداد الأفق السياسي. لا يوجد هنالك مفاوضات ولا يوجد هنالك حرب، وبالتالي وضع ما يسمى بالتغيير الاستراتيجي في مناطق الضفة الغربية بما يخدم الأهداف الإسرائيلية، ولكن أيضا لا يؤدي إلى دمار السلطة الفلسطينية. أكدت الدراسة بأنه يجب المحافظة على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والاقتصاد الفلسطيني لكي تستطيع أن تستمر في حالة الاستقرار في تلك المنطقة، بل وأيضا توسيع منطقة سيطرتها في كل تلك الأماكن للمحافظة على الأمن والجريمة والتعليم والصحة وما إلى ذلك. أحمد البديري مراسل الغد من القدس المحتلة، شكرا لك.